كيفكم؟ كيف الأحوال؟ شباب تمام. حبيت إني أفرجيكم كتابي الجنيات اللي أنا بحثت عنه، وهذا الكتاب أكيد رح تلاحظوا إنه قديم كتير، بس هذا الكتاب صار لي أنا سنتين كاملة وأنا محتفظة فيه. سو كنت كتير بتابع الجنيات، لهذا السبب حبيت إني أعمل كتاب إلهم. المهم هذا الشيء، أول شيء بحث عني عن الجنيات. هون جنية التنور الناين، كل المعلومات انتو يعني راح تقروها احسن ما انا اقرا له. هون انا يعني كتير تعبت عليها صدقوني، كتير كتير حبيته لهاي السبب عملته. هاي جنية فوز صدقت، وهاي ما بعرف شو كان اسمها. شوف يعني شوفوا الابداع، شوفوا الاناقة اللي انا عملتها. طبعا ما اخذت مني وقت كتير، سو طلعت المعلومات عن الجنيات باليوتيوب ورسمتها وهيك، يعني كتير عن جد كتير كتير تعبت عليها. اكيد بدي تكتبوا لي يكون في التعليقات اذا كانت كتاب حلو او لا. طبعا دول الحيوانات ما مرسلت لي اياها لانه انا ما بعرف ارسم حيوانات وهيك شي. يعني شوف الاناقة عن جد انه انا هذا بلبل وهذا اصيل، اكيد كلكم بتعرفونه. هذا ايدي، هذا كتير كتير تعبت على هذا الخريطة، كتير اخذ مني وقت. إذا حبيتوا رسوماتي بليز اكتبوا لي في التعليقات إذا كان رسوماتي حلوة أو لا. هذا طبعا رسوماتي ب 2018 أعتقد، يمكن 2018 19. طبعا حورجيكم رسوماتي ب 2021. طبعا نزلت لكم فيديو رسوماتي ب 2021. شوفوا الأناقة، شوفوا الإبداع، شوفوا لما كنت صغير كنت بعرف أرسم. وبس خلص كتابي، أتمنى إنه يعجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل التنبيهات، أشوفكم كل جديد وباي.